بيت احمد الجبالي ما بيتفتش. مفيش بيت في الجماليه ما بيتفتش. وانا قلت كلمتي، البيت ده ما بيدخلوش غير الضيوف. لو عايز تدخلوا ضيف تتفضل، اهلا وسهلا. غير كده لم رجالتك وتفضل من غير ما ترد. فرص عبس الاحمدين هتعامل لف وسط مين على خصم ادور الكمين، مش هديله فرصه في الكلام، الحرب على اللي باع هخرب ما انا مخي.